والله ما ادري ايش اوصفها، انا ما راح اوصفها، راح اقرا لكم الخبر واعطونا تعليقكم. طبعا الخبر راح اقراه من الزملاء في جول اونلاين. اكدت مصادر جول اونلاين ان الميزانيه الجديده التي اعتمدتها الدوله للرئاسه العامه لرعايه الشباب والخاصه بالرياضه لم توافق رغبات وتطلعات الرئاسه واحتياجاتها للمرحله المقبله، وان الاتحادات الرياضيه ستواجه نفس المشاكل السابقه فيما يتعلق بالصرف على المعسكرات والبطولات والمدربين والمكافآت الخاصه باللاعبين والمصروف اليومي لهم. واقتصرت الاعتمادات الجديده على انشاء 20 ناديا بقيمه 60 مليون لكل نادي تصرف على مدى 3 سنوات، وهذا في تفصيل بقول لكم عليه. وكانت الميزانية المعتمدة في السابق 1.2 مليار، أضيف إليها في الميزانية الجديدة 30 مليون ريال لبند النشاط الشبابي لمدة سنة واحدة، يعني سنة واحدة خذوها وخلاص. وفيما يخص إعانة الحكام في كل الألعاب، رفعت إعانة الحكام لتسديد الديون السابقة للحكام، السابقة والجديد ما ندري عنه. و5 ملايين ريال للتأهيل الأولمبي، علما أن الرئاسة طلبت في تقريرها 10 أضعاف هذا المبلغ. والتقرير كان بناء على ال 5 مليون للتأهيل الأولمبي، 5 مليون، وكان مطلوب 10 أضعاف، يعني 50 مليون، كان مطلوب طبعا 50 مليون يعني بالحد الأدنى. طبعا 60 مليون هذه لكل منشأة، 20 منشأة للبناء. وفي عندنا معلومات إنه في ناس من وزارة المالية راحوا شافوا الأراضي اللي حتبنى عليها الملاعب، في بعضها تحت الأرضية موهي، وبعضها جبال، يعني 60 مليون هذه يمكن يروح جزء منها لتهيئة الأرض للبناء عليها، يعني وبناء ما تعرف أنت التشغيل هذا كيف حيكون في 60 مليون. ومما يشار إليه لأن ميزانية اتحاد القدم 18 مليون ريال فقط، وهو ما لم يتغير في الميزانية الجديدة، 18 مليون، وفي نفس الوقت عليه ديون بنحو 100 مليون ريال. يعني أنت عليك ديون 100 مليون، أخذ 18 مليون. أما اتحادات الألعاب المختلفة وعددها 29 اتحاد تتراوح ميزانياتها ما بين 5 ملايين و 13 مليون حسب تصنيفها بإجمالي لا يتجاوز 200 مليون ريال. 5 مليون تعطيها اتحاد عشان ينظم مسابقات ولا معسكرات ولا معسكرات ولا منتخب. في الأخير لعيبتنا يروحون هزايم ونجي، لعيبتنا يروحون في كأس الخليج ولا في كأس العرب، ما راح نقول المسابقات الكبيرة، كأس الخليج وكأس العرب، ناخذ الثالث والرابع ونرجع. ميزانية 5 مليون. أما اللجنة الأولمبية فميزانيتها 10 ملايين ريال. اللجنة الأولمبية إحنا تذكروا من قبل كذا كنا نتكلم إنه في دول يعني من البحرين إلى قطر يصرفون ما بين 50 إلى 200 مليون. وتؤكد المصادر الخاصة بجول أونلاين أن الكثير من الوعود والأنشطة والمشاريع التي تم تداولها في الشهرين الماضيين ستكون في مهب الميزانية الجديدة. وكانت كثير من الوعود قد تم تداولها بزيادة الصرف على الرياضة، إلا أن الزيادة اقتصرت على المنشآت الجديدة. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم السبت الماضي الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، 829 مليون ريال الإيرادات والنفقات 820، والفائض في الميزانية 9 مليارات ريال. السؤال، شلون تبغى تخلق بطل أولمبي بهالميزانية؟ شلون تبغى تخلق اتحاد ينظم مسابقات ويكون عنده منتخبات ويكون فيه رياضة بهالميزانية؟ شلون تبغى تحسن بيئة ملاعب؟ شلون أشياء كثير بهالأرقام في عز هالميزانية، ميزانية يعني هي التاريخية في تاريخ الدولة السعودية هذه الميزانية. طب إذا الميزانية أقل من كده كم حيصير على الرياضة؟ أنت معك بواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنت بديت أخوي تركي، بديتنا والله الحقيقة بشيء يؤلمنا جميعا، يعني يجعلنا الواحد متكدر على طول. أنت تسأل وتلقي بالسؤال أنه كيف نصنع بطل، كيف نصنع، يعني خلينا نتكلم لك عن آخر مثال للبطولة الأولمبية الخليجية اللي أقيمت في البحرين. كم كان ترتيبنا؟ المملكة العربية السعودية الاسم الكبير في كل شيء ولله الحمد. كم كان الترتيب؟ كنا الأخير في الترتيب في المحصلة العامة الميداليات، كانت المملكة العربية السعودية الأخير. الآن نتحدث عن ميزانية
خلينا نتحدث لك عن مثل قريب. احنا في المملكة العربية السعودية بنت منشآت للمغرب، مركب محمد الخامس كان هدية من المملكة العربية السعودية. المغرب لكي تنتج أبطال أنشأت مدرسة ألعاب القوى الدولية، كانت ميزانيتها تصل إلى 50 مليون دولار أو أكثر يمكن، أنشأتها المغرب لكي تنتج الأبطال مدرسة ألعاب القوى، كان يشرف عليها داودة، شخص اسمه داود والله نسيت اسمه، ومن ضمن وفي الأبطال الجدد كلها خرجتهم. إذا أنت لما تتحدث عن ميزانية، إحنا نتحدث عن ما نتحدث، نتحدث عن وزارة المالية. وزارة المالية لا تعطي التقدير المطلوب للرياضة السعودية، ترى أن الرياضة إهمال. إذا كانت وزارة المالية ترى أن إدارة الرياضة في المملكة العربية السعودية غير جيدة وأن لا تستحق هذا المبلغ، يا أخي يطلع واحد من ويتكلم، يتكلم من وزارة المالية يطلع يقول إيش، إنه إدارة الرياضة في المملكة العربية السعودية لا تستحق هذا، يطلع يتكلم. لكن إنه مثلا يجيك اتحاد بالضبط، عارف ليش أبو أحمد؟ يعني احنا لازم نفهم، يا انه احنا الشباب والرياضه عندنا ما تستحق شيء. ترى بحب اقول شيء للمسؤول، ترى احنا نفرح لما يعني، ترى من الاشياء اللي تسعدنا احنا كشباب سعودي، انا اتكلم باسمي كشاب، من الاشياء اللي تسعدنا لما نشوف في سعودي جاب ميداليه ذهبيه، ترى يفرحنا هالموضوع ويسعدنا كثير. اذا في مشكله عندكم مع اداره الرئاسه العامه لرعايه الشباب، عندكم مشكله مع الامير نواف بن فيصل انه والله ما تبون تدفعون عشان الامير بن فيصل، قولوا لنا هالكلام. هذا اللي نتكلم بالضبط عنه. انه اذا كان في مشكله من الامير بن فيصل يدفعون على الرياضه، يا اخي اطلع. احنا ما احنا بقل من الاخرين، احنا اتحاد يعني مثلا في اتحادات منتجه يعني تبني الشباب، تعطي توهج، تعطي اشياء. يعني انا ما انا متحدث لك عن العاب القوى، يعني العاب القوى ميزانيه 5 مليون وبجهود الامير نواف بن محمد، يعني انا اعرفها شخصيا رغم يعني والله لم ألتقي بهذا الرجل من فترة طويلة، والعلاقة وليست مجاملة. أنا أعرف أنه بجهوده الشخصية من هنا ومن هنا يزيد على الميزانية، لكن إلى متى حنا؟ يعني صار زي أعضاء الشرف في الأندية. مسألة وزارة المالية إذا لم نحسن التعامل مع رياضتنا، صدقني أنه الأمر ينعكس على الشباب، على تعاملنا مع الشباب. نبي نوجد جيل من الشباب أقل ما يقال عنه أنه بعضه تافه. ليش؟ لأن ما نمينا فيه حتى الانتماء، الرقي، التطور، حتى من خلال ميزانيات اللي تعطى لرعاية الشباب وزارة البلدية والشؤون القروية. احنا خلينا نتحدث لك عن مراكز الشباب اللي أنشأت في الأحياء الآن. شو المراكز الشباب هذه، كم منعت عنا من فكر إرهابي، كم منعت عنا من توجس لدى الشباب من مخدرات، من أشياء أنا أشوف وأطلع عليها، ويعلم الله أنا صادق بهذا الأمر، وكاد أشاهدها يوميا، أروح أشوف وأفرح بالشباب اللي موجودين أبو أحمد، وإن كانت ناقصة. 10 مليون أمام 10 مليون للجنة الأولمبية، يا ساتر. هذه رواتب بس للأسف، يعني 10 مليون للجنة الأولمبية، تبغى تعد بطل بعشرة مليون وأبطال 10 مليون. يا أخي قلنا إحنا قبل كذا، اعتبروا الرياضة قطار من هالقطارات، قطار يعتبرونها قطار، ينحط 3-4 مليار وتعتبر قطار من ذا القطارات اللي تصرف سيارتها ما بعد ركبناها، ينحط تعتبر الرياضة قطار. والله يا ترك ان الموضوع مؤلم جدا، لكن خلينا نفكر، خلونا يا اخي، ليش ما يصير في مؤتمر وطني للامر هذا؟ هل احنا اقل من الاخرين؟ مؤتمر وطني يستدعى له كل المفكرين واصحاب الراي واصحاب الشان، مو بس في الرياضه. تعال يا اخي، ليش رياضتنا متاخره يا اخي؟ هذا من اهم الجوانب. اذا اهملت، شوف، الرياضه والشباب جزء مهم في مسيره البلد، جزء مهم في حمايه البلد، جزء مهم في امن البلد. اذا اهملت هالجانب، صدقني بالله انك انت تبي توجد جيل فارغ، جيل يبحث عن الاشياء الرواسب، بعضه بيلجا المخدرات، بعضه بالافكار. يا اخي انشئ، طور الملاعب، طور المنشات، طور الاشياء، اصرف. هذا انت تصرف على اشياء تلقى نتائجها بعدين، تلقى نتائجها في الامن وحتى بالفكر وحتى في قياده السياره تلقى. لكن للاسف احنا يعني انا اتمنى اعيد هالسؤال واكرر عبر برنامجكم، اتمنى من وزاره الماليه، انا قدامك طلبت وعبر زملاء نافذين في الاعلام الاقتصادي، عبر زملاء نافذين يمكن ما يحبون اذكر اسامي، طلبت مقابله مع وزير الماليه، واعيدها واكررها من خلال منبركم، والله الان يمكن 4 سنوات يشاهدون الزملاء، انه لا تكتب خطاب لكذا المقابله مع وزير الماليه، ابي جريده الشرق الاوسط، انا ابي مقابله على اساس اتحدث عن شو، يحدثنا الرجل، يعطينا الفكر اللي نبيه، يتكلم. انا والله لا اكون معه بمنتهى، وكل الاسئله تبي تكون ضمن الاطار العام ولن تخرج عنه، لكن وين في شيء على الرئاسه العامه للشباب، في شيء على ادارتها؟ إذا كنتم ترون أن الإدارة أقل من، يا أخي اطلع تكلم، وش ذنب الجيل والشباب؟ يا أخي تخيل حتى المراكز اللي تلم الشباب في الشوارع ذي اللي أصبحت على مستوى عالي، الآن بخل وقفوها ولا زادت ولا تطورت، لكن وش نقول؟ أبو تركي، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تركي طرحت موضوع يعني
مزعج في نفس الوقت طرحه جميل. يعني الوقت يعني هذا الدور الحقيقي للإعلام بالذات برنامجك الرائع. والأستاذ مساعد حقيقة قال ووفى ووصل رسالة، أتمنى إن شاء الله يعني هو قال الرسالة أتمنى أن تصل للمسؤول مو وزير المالية، إن شاء الله تصل إلى خادم الحرمين الشريفين اللي دائما أدعم الرياضة والشباب وكل القطاعات. اللي أنا بقوله أنه تفائلنا قبل فترة أن الأمير نوان فيصل اجتمع بوزير المالية بمعالي وزير المالية، وكان الاجتماع مثمر وكان في تصريح مشتركة أنه لا الحمد كل هذا سيعود على الرياضة السعودية. أنا أتمنى يكون في الخبر لبس، يكون الخبر طبعا في جول لاين، أكيد أنه مصادر جول لاين ما شاء الله. والله العظيم أتمنى أنه بكرة نتفشل إحنا في البرنامج ويطلع الكلام ده كله غلط ونطلع إحنا ما عندنا سالفة. طيب فاللي أنا أقوله الخبر خلنا نأخذ على أنه نشرف في موقع أخذ المركز الأول في المصداقية وهو إلى آخر، لذلك لازم نأخذ على محمل جد أنه خبر صحيح. لذلك أتمنى طالما الأمير نوان فيصل أحاط وزير المالية والمسؤولين باحتياجات رعاية الشباب، وأنا قريب الآن من المنظومة الرياضية والاحتياجات والمشاريع الجبارة اللي للأسف النقاد لا يوجد ملاعب لا يوجد، هذا الآن الرسالة للمجتمع بشكل عام أنه يا جماعة ما نوجد دعم. إذا اللجنة الأولمبية محمد المسحل جاء بقوة ووضع حقيقة والله ملف عملي أنه الأولمبياد القادم سنسجل حضور لو نفذت طموحاته وأفكاره، لكن طالما 10 مليون هذه ما راح تحقق ولا ميداليه. يا اخي الفروسيه اخذنا ميداليه وميداليتين او ثلاث ميداليات، لك وش مهرها؟ مهرها ملايين الملايين، وهذا شيء طيب يعني يحسب للقياده. وانت لازم تقيسها، انت لازم تقيسها. نعم. لما صرفت على الفروسيه ملايين ومئات الملايين يا دوب قدرنا نجيب ميداليه، ما بالك بالرياضات الثانية. لذلك انا اقول انه الان امام رعاية الشباب مشروع تحسين الملعب، خلينا بس بيئه الملاعب. والله اليوم مجتمعين برعاد دوري ركا نبغى نتكلم عن كيف تنظيمات إعلامية وتجهيزات، أنه في نص الملاعب غير مؤهلة للتنظيمات الإعلامية، لا يوجد مراكز إعلامية، لا يوجد غرف، لا يوجد فيش كهرب طبيعي. فلذلك قاعد نتناقش كيف نوفر، طالما البلد والله الحمد يعني هذه ميزانيتها وهذه الأمور، والشباب زي ما قلت أستاذ تركي نص المجتمع. تفضل.